في عام 1976 ذهب صانع أفلام بلجيكي اسمه جون بيير ديتلو لاستكشاف أدغال بابا نوغيني، وهي جزيرة في شمال قارة أستراليا. وهناك وجد قبيلة تعيش بمعزل عن كل مظاهر التقدم، وكانت المفاجأة أن أهل القبيلة اللي يمتازون بالبشرة الداكنة كانوا قد سمعوا عن وجود الرجل الأبيض، ولكن لم يره أحد منهم من قبل، حتى أن بعضهم كان ما يصدق وجود إنسان أبيض إلى أن شاهدوا جون بيير، وكان ذلك أول غريب يرونه في حياتهم. بعضهم ظن أنه شبح وكانوا بيهاجمونه، لكن لما شافوا هدوءه هو وفريق التصوير اللي معاه ارتاحوا، وبدأ قلقهم يتبدد تدريجيا. ثم تقدموا ببطء للمس البشرة البيضاء لجون بيير وفريق عمله للتأكد ما إذا كان هؤلاء بشر مثلهم أم أشباح. وعندما تأكدوا من أنهم ليسوا أشباحا أنزلوا أسلحتهم وبدأوا يتفاعلون معاهم. وبعد أيام زار فريق التصوير قرية سكان الجزيرة اللي كانت تبدو وكأن الزمن قد نسي أن يمر عليها في طريقه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هل سألت أنفسكم كيف اختلفت الشعوب عن بعضها البعض؟ ولماذا يمتلك شعبا ما بشرة داكنة وآخر بشرة فاتحة اللون؟ ولماذا تختلف ألوان العيون وأشكالها؟ يعني باختصار، كيف تعددت أعراق البشر؟ لأعوام طويلة ظل العلماء مقتنعين أن الفروق في الشكل والصفات الجسمانية ليست جينية، حتى تمكنوا من فك الشفرة الجينية للإنسان اللي تحمل صفاته الوراثية. واللي بفضلها اكتشفنا أن العامل الجيني هو اللي يؤدي لكل هذه الاختلافات في أشكال البشر، وأن الإنسان ما زال يتطور حتى يومنا هذا، لكن إحنا ما نلاحظ هالتطور لأن يمتد على مئات الآلاف من السنين. وفقاً لعلماء الأنثروبولوجي أو علم الإنسان، بدأت الإنسانية من مكان واحد في شرق أفريقيا، وكان الإنسان الأول يتمتع ببشرة داكنة لكي تتحمل أشعة الشمس الحارقة وتتلقى فيتامين د من الشمس بكفاءة دون أن تحرق الجلد، وكان يملك أنفاً عريضاً لأنه كان يصطاد حتى يعيش، ولذلك فإنه يحتاج أن يجري بسرعة لكي يصطاد فريسته، وبالتالي فهو في حاجة لحرق كمية أكبر من الأكسجين، فجاءت فتحة الأنف الكبيرة لتسمح بمرور كميات أكبر من الأكسجين إلى داخل الرئتين. الإنسان الأول كان جسمه أمرد، يعني ما فيه شعر، لأن الشعر كان يزيد من حرارة الجسم، وهو أصلاً يعيش في منطقة حارة. لكن هل تعرفون متى خرج الإنسان من أفريقيا؟ العلماء يقدرون بداية الهجرة منذ ما يقارب 100,000 عام. اللي تشوفونه الآن هو خط سير هجرة البشر منذ فجر التاريخ. في البداية انطلقوا لآسيا ثم أوروبا، وامتدت هجرتهم لتصل الأمريكيتين وأستراليا. كل هذا على مدار آلاف السنوات، لا نعرف أسباب ذلك، لكن يبدو أن غريزة المغامرة والاكتشاف في داخل الإنسان موجودة منذ القدم. ولكن ماذا حدث لما انتقل الإنسان بين هالبيئات المختلفة؟ برد وجفاف وأمطار وثلوج وغيوم، يعني أشياء ما تعود عليها، فكيف تأقلم معها؟ من عظمة الخالق سبحانه وتعالى أنه صمم في المخلوقات خاصية الطفرات الجينية، وبعمل آلية الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح والأفضل، تأقلم جسم الإنسان مع الطبيعة اللي حوله مع الأجيال، وذلك عن طريق شيء اسمه جين ميوتيشنز أو طفرات جينية، اللي مع الوقت تظهر تدريجيا في كل جيل صفة أو صفات جديدة تساعد الإنسان والمخلوقات على التأقلم مع البيئة اللي هم عايشين فيها. طيب، كيف تحولت بشرة الإنسان من البشرة السمراء إلى البشرة البيضاء؟ تقسم الأعراق إلى 3 رئيسية: العرق الأفريقي، وعرق شرق آسيا، والعرق القوقازي. لكن كيف تكونت الاختلافات اللي أظهرت هذه الأعراق المختلفة؟ لما وصل الإنسان لأوروبا بعد هجرة طويلة من أفريقيا، وجد أن الشمس هناك غير مباشرة كما كانت في موطنه الأصلي. وشو اللي صار؟ واجهته مشكلة في حصول على فيتامين د اللي مصدره الأساس هي الشمس. طبعا في هذه الأيام ما حد كان يعرف شو يعني فيتامين د، لكن ربما الإنسان هناك في أوروبا بدأ يشعر بالوهن والضعف والمرض لأنه ما عنده شمس،
ولهذا فإن الناس اللي بشرتهم كانت أقل سماراً استطاعوا أنهم يعيشون أكثر ويتكاثرون أكثر. ومع الوقت أبناء هؤلاء تغيرت بشرتهم من السمراء حتى صارت بيضاء. تعرفون ليش؟ لكي تمتص أشعة الشمس بكل سهولة. لكن كيف صار ذلك؟ لون العيون والشعر والبشرة هم نتاج جينات تشفر لمادة تسمى ميلانين، وكلما زاد منسوب الميلانين في داخل الجسم كان الشعر أغمق والبشرة داكنة، ولذلك من الصعب جدا أن نجد شخص ذو بشرة داكنة وشعره أصفر وعيونه زرقاء، لأنهم كلهم مرتبطين ببعض جينيا. وعلى مر الأجيال البشرية في أوروبا بدأ جسم الإنسان يخسر صبغته الداكنة، وأخذت العيون تفتح أكثر حتى صارت زرقاء وأصبح الشعر أشقر. أما الطفرة الأخرى الغريبة فهي عندما بدأت الأجيال الجديدة من البشر تشرب حليب الحيوانات. ليش؟ علشان تعوض النقص في فيتامين دال. حد بيقول طيب ليش قلت أن هذا الشيء غريب؟ لأن الإنسان طول عمره كان يأكل لحوم، وفي حياته ما شرب حليب عندما كان في أفريقيا، حتى أن جسمه ما كان يتقبل شرب الألبان ومنتجاتها. ولذلك في ناس حتى اليوم عندها مشكلة في هضم الألبان، هؤلاء يسمون لاكتوز انتولرنت. تعرفون وين في أكبر نسبة من هالناس في العالم؟ في أفريقيا. ليش؟ لأنهم غير محتاجين لهذه الطفرة اللي ذكرناها قبل قليل. مع الوقت بدأ سكان المناطق الباردة يزداد ظهور الشعر على أجسامهم علشان يساعدهم على التدفئة. أما الأنوف في تلك المناطق الباردة فصارت أصغر وعرضها أقل علشان تقرب جدار الأنف من الغشاء المخاطي، مما يتيح تدفئة الهواء البارد اللي يتنفسه الإنسان. في عام 2013 توصل العلماء بجامعة كامبريدج إلى آلية تمكنهم من قراءة الشفرة الجينية للإنسان ومعرفة أصوله لآلاف السنين. تصوروا، واستطاعوا تحديد 412 منطقة في العالم فيها اختلافات في الدي ان اي. وعلشان يفهمون آلية عمل الجينات المسؤولة عن الاختلافات العرقية قاموا بعزل جين معين موجود فقط في سكان دول شرق آسيا. هذا الجين ظهر في الصين قبل 35 ألف عام، ثم قاموا بحقنه في فئران مختبر. إيش اللي صار؟ تحولت صفات الفئران، فصارت ألياف شعرهم أكثر سماكة، وزادت الغدد المسؤولة عن إفراز العرق في الجسم، وهي صفات موجودة أكثر في سكان شرق آسيا علشان يتأقلمون مع الرطوبة العالية في مناطقهم. وقد حد يسأل ويقول ليش لما قمنا بتغيير جينات الفئران رأينا التغير في جيل واحد، بينما في البشر وباقي المخلوقات أخذ آلاف السنين؟ لأن الانتخاب الطبيعي لا يقوم بتغيير الجينات مباشرة مثل ما فعل العلماء في المختبر، بل يؤدي إلى طفرات جينية تنشط أكثر مع الوقت وخلال مئات الأجيال. لكن ليش في شعوب في آسيا عيونهم مختلفة عن باقي شعوب العالم؟ الحقيقة أن عيون الآسيويين لا تختلف عن عيون الناس، هذا اعتقاد خاطئ، فشكل العين لكل البشر واحد، لكن الفرق هو في شكل الجلد حول العين، وتلك الظاهرة تسمى علاية الموج أو إبيكانثيك فولد. إلا أنه ما زال سبب وجود هذه الصفة غير معلوم، ولكن يعتقد العلماء أنه مع كثرة وجود رياح محملة بالغبار والأتربة في آسيا تطورت صفة جديدة عند سكان تلك المناطق لكي تحمي عيونهم من ذلك الضرر. لو كان البشر من أفريقيا فكيف استطاعوا قبل آلاف السنين أنهم يصيرون الأمريكيتين اللي كانوا منفصلات عن العالم تماماً؟ هل لاحظتم تشابه بين سكان الأمريكيتين الأصليين وبعض سكان آسيا؟ تعرفون ليش؟ لأن هؤلاء السكان في الأصل هم آسيويين وصلوا لأمريكا عن طريق هذا الجسر اللي تشوفون الآن، وهو جسر عرضه يصل ل 1600 كيلومتر. تصوروا، وكان موجود قبل أكثر من 11 ألف عام، والعلماء يسمونه جسر بيرنجيا، وعاش عليه البشر لأجيال إلى أن وصلوا إلى أمريكا الشمالية. ولكن مع الوقت غمرت المياه تلك الأراضي وأصبحت القارتين منفصلتين. في بداية عام 2016 انتشر فيديو لأشخاص يقومون باكتشاف أصولهم الجينية لأول مرة من خلال فحص الـ DNA، وسئلوا قبل إعطائهم النتائج عن توقعهم لأصولهم، وكانت المفاجأة
أن البعض وجد جينات من أعراق لم يتخيل أنها موجودة في أسلافه أصلاً. واليوم هناك الكثير من المراكز اللي تقوم بهذا التحليل، وإذا حبيت تعرف أصول أسلافك الحقيقيين ممكن أنك أنت تزور إحدى هذه المراكز وتسوي اختبار وبيعطونك خريطتك الجينية كاملة. ولكن خلك جاهز للمفاجآت، فمعظم الناس يكتشفون وجود أعراق بعيدة عنهم جغرافياً لكنها موجودة في أصولهم. بعض العلماء تخيلوا كيف ممكن يكون شكل الإنسان بعد آلاف السنين، والحقيقة كل هذا يعتمد على شكل الأرض وكيف تتحول مع الوقت. فلو امتلأت الأرض بالماء قد نرى طفرات جينية تتيح للإنسان أن يسبح بسهولة، أو لو تحول الإنسان للغذاء بأطعمة وفيتامينات مصنعة للتغلب على النقص الغذائي فأكيد سيختلف شكل فك الإنسان. مع التقدم العلمي الهائل والجميل قدرنا أن احنا نقضي الكثير من الخرافات، ومنها خرافة الدماء النبيلة اللي كان يعتقد بأنها موجودة في أباطرة وملوك أوروبا. لكن اليوم عرفنا بأن ما في شيء اسمه دم نبيل، حتى كلمة أصيل قد تغير معناها. فإذا كانت الأصالة تعني أن الإنسان يتفاخر بأن أصله من سلالة واحدة فهذا تقريبا مستحيل. أما إذا كانت الأصالة تعني الأخلاق الرفيعة والنبل في التعامل والإحسان إلى الناس فهذا مما يحبه الله تعالى، اللي حدد النبل في كتابه العزيز بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي لحظة الكشف البعيد.